الرحمن الرحيم. هاي عدة أسابيع كنا ننتظر في البيئة، واليوم الحمد لله البيئة انتقلت معنا من إلى المقر إلى المقر المجاهدين. هذا فضل عظيم، لأن علاش نقوة الأعمال تاع البيئة اللي دايرة بكل الولايات، نشجعوهم اللي في خدمة هذا المواطنين، ولهم الشكر الجزيل بالموقف اللي قايمته بيئة ولاية عين تيموس. نقولها بكل اعتبار، لأن الولاد هادو قايمين بعمل جبار، وراكم شفتوا التعب والريحة نتاعو ومتحملينها، ويروحوا كل قطر الولاية يدوروها منين صاف دارت عيلة بيدور بكل الدائرات والبلديات. هذا شيء الناس كما هذو، الناس كما هذو المتطوعين لهم الشكر، لهم الشكر جزيل. نعرف ان الخدمه نتاع هذا الدواء هذا الريحه نتاعو كيفاه تكون، وضرب عليهم النشيد الوطني. والله الا راكم من الناس المخلصين عند الله تعالى، ماشي عند الله. انا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح في كل الولايات التي تدور فيها، ورب العالمين يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، ونترحموا على عسكري ومدنيين اللي بحرق الغابات هذه، اللي كانوا سبب في هذا الحرق ان شاء الله، اللي تكون لهم جزاء، جزاء وجزاء كبير جدا، وهو الاعدام. انا دائما نقولها كذا، هو الاعدام. هذو قبل هو الصالحين الوطن هذا، هذو غير زياده فوق الارض هذه، الارض ما تحملهمش. هذا باش حرقوا بشار بشار عسكريين ومدنيين، هذا تعدي، والتعدي واش هو؟ هو الاعدام.